بصوا يعني الواحد ايه اشعر كده لما شاف الاطفال الحلوين دول الجمال وهم بيضحكوا ودين في ناس يعني ربنا خلقهم لمساعدتهم ان هم يكونوا يعني رحماء بيهم. ويمكن المرض ده مرض نادر جدا، يعني هو بيتصاب او بيصيب يعني واحد ما بين كل 50,000 شخص على ما اعتقد، يعني ما كانش رقم اقل او اكتر شويه نعرف بشكل مفصل دلوقتي، لكن هو مرض نادر، مرض صعب محدش ممكن عنده المعلومات الكافية عنه. وكمان زي كده ما شفنا من شوية برضو ان هو مرض مكلف شويتين في علاجه. يمكن مؤسسة محترمة، مؤسسة ياسمين، وياسمين هي البنوتة اللي اتكلمت عليها في بداية الحلقة، وزي ما قلت لكم ان هي والدتها قررت بعد ما رحلت عن عالمنا وراحت للعالم الآخر يعني بعد إصابتها بالمرض ده لمدة 15 عام، فهنا بقى قررت والدتها يعني إن هي تتبنى الموضوع ده وكمان تفيد بقى يعني كل المصابين من النوع ده من المرض بخبرتها اللي هي اكتسبتها. النهاردة منورنا الأستاذة هناء السادات، وهي مؤسسة يعني أول كيان لدعم المصابين بمرض الجلد الفقاعي. يا أستاذة هناء بنرحب بيكي معانا، وكل سنة وحضرتك طيبة. زي حضرتك منورانا، رمضان كريم عليك يا رب. طيب في البداية كده يا أستاذة هناء، يمكن مؤسسة ياسمين السمراء زي ما كان بيقول فاروق كده، وياسمين هي بنت حضرتك الله يرحمها، في البداية خالص اكتشفتي إزاي مرض ياسمين، وهل كان عندك المعلومات عنه قبل ما تصاب بيه، ولا اكتشفتي الموضوع واحدة واحدة؟ إيه اللي ظهر في الأول؟ لأنه ممكن ناس كتير تبقى ما عندهاش المعلومة ده، وممكن تبقى يعني ابنها يصاب بيه أو بنتها تصاب بيه وما تبقاش عارفة ده إيه بالظبط. هو الحقيقة ياسمين أول طفل عندنا في العيلة، يعني العيلتين أنا وزوجي هي مصابة بالمرض ده، وما عندناش تاريخ خالص بيقول إن ممكن الطفل اللي يجي ممكن يبقى مصاب. أنا عندي 3 أولاد الحمد لله بصحة أكبر، يعني بصحة جيدة أكبر من ياسمين، وياسمين كانت الرابعة وهي اللي اتولدت بعملية قيصرية. وأول ما اتولدت على طول كان الدكتور الأطفال هو قال إن في عندها يعني تعويرة صغيرة في مناخيرها وفي إيديها، بس هو شاف حالة من ضمن الحالات الأطفال بالمنظر ده، فقال لازم دكتور جلدية يبص عليها. أوكي. الحقيقة في نفس الوقت على طول جاء أستاذ دكتور وقال إنها عندها مرض انحلالي جلد فقاعي. طبعا بالنسبة لنا إحنا كان حاجة مش موجودة حتى نعرف نتعامل إزاي مع الطفل، قالك لازم يكون نعرف بالضبط النوع بتاعه. مرض انحلال الجلد الفقاعي هو مرض جلدي نادر، وهو نقص مادة الكولاجين اللي بتلزق طبقات الجلد في بعض، فبيصبح الجلد هش جدا جدا، وإنه هو بيطلع من أقل احتكاك حتى يعني لو في اللبس في الرضاعة في ده، كل الحاجات دي هي بتأثر على الطفل، فبيتعرف من أول ما بيتولد. الحقيقة الدكاترة الجلدية بيقدروا يشخصوا المرض، لكن ما بيقدروش يقولوا للأم إزاي تقدر تتعامل مع الطفل في حياته يوم بيوم. اللي بيحصل إن الأمهات اللي ما بيبقاش عندها القدرة في إنها بتعرف تتعامل مع الطفل، الطفل بيصاب على طول زي الحروق كده، يعني يصاب الجلد بيطلع بيجيله تقرحات بيجيله صديد، فاللي بيحصل إن الطفل ما بيقعدش كتير لأن ما بياكلش، برضه اللسان بيبقى أملس مش بيعرف يرضع، فبيجيله أنيميا حادة بيتوفى في عمر صغير جدا. المصابين بالمرض ده بيبقى معظمهم مرض وراثي، هو جيناتيك، هو مرض جيني نقص في الجينات بتاعت تكوين الجلد، وهو وراثي. يعني هنا في مصر الحالات اللي موجودة كلها متجوزين من بعض، لكن يعني. لكن في أوروبا وفي أمريكا ما بيتجوزوش من بعض، فبيبقى منه كروموزومز معينة هي اللي بيبقى من الأب أو من الأم هي اللي بيولد الطفل المريض. طبعا الأم لازم تكون على دراية كاملة بالرضاعة، لأن الطفل بيبقى اللسان بتاعه
أملس فما بيقدرش يرضع كويس، فلازم يبقى فيه بديل للرضاعة. طريقة الحمى بتاعه، طريقة اللبس بتاعه لازم يبقى مختلف، طريقة النومة بتاعته في في المكان بتاعه لازم يبقى على حاجة قطن، ما يبقاش حاجة ناشفة. طريقة الشيل بتاعته كمان لازم تبقى من تحت، يعني يمسكوا الطفل كده مش من تحت باطه ولا، لأن أي احتكاك من ده بيأثر في جروح كبيرة جدا للطفل. ليه دايما معاملة خاصة؟ الطفل كمان مش وهو صغير، يعني الطفل بيجيله بقى أول ما يبتدي يسنن، أول ما يبتدي يحبي، أول ما يبتدي الوقت اللي بيبتدي يتغذى فيه الطفل لازم يبقى فيه توعية كاملة جدا لنوعية الغذاء. نوعية الغذاء أهم حاجة في المرض ده، مع النظافة ومع الجروح لازم تبقى ملفوفة علشان تقدر تسهل عملية الطفل. فطبعا انا اخذت وقت طويل على بال ما قدرت اعرف التعامل مع ياسمين، ومحتاج من الام طول بال طويله جدا علشان الطفل ياكل بياخد ساعه، علشان يغير بياخد ساعه، علشان ينزل بياخد وقت. فالام اللي هي شايفه ان الطفل بيبقى طبيعي وان هي ممكن بسرعه قوي تعمل كذا حاجه، ده لا مش مطلوب خالص. هيعرضه لجروح، يعني هيعرضه لجروح. تفرغ تام وكامل، تفرغ تام للطفل يعني، علشان يقدر ياخد. يعني من قبل بقى يعني المشكله، هل ما فيش بعض التحاليل اللي بتبين النوعيه دي من المرض في الجينات في ما فيش خالص؟ لا، لان انا كنت بعمل الترا ساوند وكان الطفل طبيعي، يعني كنت مبسوطه انها بنت وان كل حاجه فيها كانت بايدين رجلين عينين، يعني ما كانش في حاجه ناقص فيها. ولما اتولدت كان جلدها تقريبا حوالي 98-99% منه موجود، يعني لو ما كانش الدكتور ده قال ان خلي بالك حد يشوفها انا ما كنتش اخدت بالي. طب وايه اللي حصل؟ ايه التطور اللي حصل؟ التطور ما انا بقول لحضرتك في انواع بتبقى خفيفه قوي من المرض ده، والمرض ده حتى الخفيف منه بيتقسم لعده انواع، وفي منه متوسط وفي منه جامد قوي حسب الجروح اللي موجوده الطفل بيطلع بيها. يعني في اطفال بتطلع ما فيش جلد عليها في رجليها في ايديها في بطنها، لكن الخفيف منه بينزل الطفل بالجلد بتاعه عادي، ولكن من التعامل مع الطفل هو اللي بيحصل ان الجلد بيفك عن بعضه. لازم الام تبقى على درايه كامله جدا ازاي تقدر انها تتعامل مع الطفل في كل مراحله. ياسمين كانت عندها قابليه، كانت على طول متفتحه، وكان التعوير بتاعتها مش كتير قوي، وتعمدت انها تتعامل نفس معامله الاطفال الطبيعيه، وهي بتبقى عارفه الحدود بتاعتها، يعني تعمل ايه وما تعملش ايه. وفعلا دخلت مدرسه الالماني بالدقي، وتعلمت عده لغات، وكان عندها هوايه كبيره حلوه قوي للرسم، لان كانت بترسم بتقلد وكانت بترسم، وتعملت ثلاث معارض، وكانت معارض ناجحه جدا، وكانت بتبيع اللوحات بتاعتها وتتبرع بيها للقصر العيني. بعد ما توفت ياسمين، الحقيقه كان في وجود ياسمين في دكاتره بالجلديه، اساتذه الدكاتره كانوا بيبعتوا لي الحالات علشان اقول للام ازاي تتعامل مع الطفل، تصرفوا ازاي. كانوا بيجوا لي الاول البيت، وكان تقريبا حوالي 5-6 حالات اللي كانوا موجودين. بعد ما ياسمين توفت قررت اني اعمل مؤسسه باسمها، علشان طلب مني بعد كده ان انا لازم الخبره اللي انا كانت موجوده مع ياسمين كان لازم ان انا اديها لبعض الامهات. ابتدت الدكاترة تبعت لي، وابتدى الناس تعرف عن المرض ده. والحقيقة أنا دلوقتي يعني أنا أسست المؤسسة 2014، عندي حوالي 200 حالة. 200 حالة ده يعتبر من كل أنحاء مصر، يعني زائد بعض الدول العربية برضو بيكونوا موجودين. 200 ده كتير جدا صح؟ هو احنا عندنا حالة ما بين كل 50,000 حالة؟ الحالة ما بين 50,000 حالة دي إحصائية في أمريكا، لكن احنا ما عندناش إحصائية مظبوطة واضحة، لأن المرض نادر، ودكاترة الجلدية على بال ما يعدي عليها واحد أو اتنين بيبقى صعب، يعني بياخد وقت طويل على بال ما بيشوف حالة أو اتنين. لكن عدم وجود الإحصائية إن الناس بتتردد كتير جدا على العيادات، بتتردد على المستشفيات،
بتتردد على الحوض المرصود، فنفس الحالات هي اللي بتبقى مترددة في جميع الأنحاء. احنا بالمؤسسة مش بس احنا مش مسميها مؤسسة بمعناها، المعنى الأساسي بتاعها هو نادي للتجمع الأطفال بينهم وبعض، ملتقى بينكم، ملتقى وبينبسطوا قوي قوي، وبنعمل توعية جامدة جدا للأم، بنساعد الأم وبنساعد الطفل كمان، لأن الأم ساعات بتوصل لمرحلة أنها تعبانة قوي مش قادرة تساعد، خصوصا أن معظم اللي موجودين يعني فقراء وأقل من المستوى الفقر، ومحتاجين الدعم الجامد المادي والمعنوي والنفسي وكل شيء. كمان بنعمل للولاد، بنعلمهم اللي يقدر يعمل حاجة، لأن اللي بيحصل إن الإيدين مع كثرة التعوير فيها الضوافر دي بتقع، فاليد بتلتوي، فبيحصل ان الجلد ده بيغطي الايد كلها، ما بيبقاش فيه غير يمكن صباع او صباع صغنن خالص، فبيحصل ديفيوجن او عدم قدرة الطفل على انه يمسك حاجة، فبيصبح الطفل من ما هو صغير طالع بصوابع ورجين وكل حاجة، يصبح الى انه يكون الطفل معاق، لا بيقدر يمشي ولا بيقدر يمسك حاجة، والساعات في السنان كلها بتقع فما بيقدرش ياكل. فطبعا هم مش مندرجين، المرض ده مش مندرج تحت ذوي الإعاقة، ودي حاجة الحقيقة هم متألمين منها. طب أنا لسه كنت عايز أسأل حضرتك يا أستاذة هناء، يمكن الأطفال في السن ده بيكونوا منطلقين قوي على الحياة، عايزين يجروا، عايزين يلعبوا، عايزين يمسكوا حاجة ويجربوا الحاجات دي كلها، فأعتقد أنه توعية الطفل في السن ده بتكون صعبة، فأنتوا بتقوموا بالتوعية دي إزاي؟ يعني بتقولوا للطفل إيه؟ انت عندك ايه؟ المفروض تعمل ايه؟ لما بيحصل بعض التغيرات في جسمه او في الجروح دي بتوصلوها له ازاي؟ دي بتعتبر حاجة مهمة او من اهم الاسباب بتاعت المؤسسة. الاهل الطفل بيخافوا يودوه من المدارس، فالطفل ما بيبقاش عنده قابلية يروح المدرسة انه خايف، خايفين ينزلوا الشارع لانه لو نزل الشارع هيقع ويتعور والاخره، فبيمتنع الطفل عن كل حاجة في حياته، بيصبح بينعزل تماما، وبتصبح حالته النفسية وحشة جدا، بيرفض الاكل، بيرفض ده، بيرفض ده. احنا لما بيجي عندنا بقعد اتكلم كتير قوي مع الطفل، بتكلم كتير قوي مع الام، يعني الطفل ممكن استغرق مني مثلا ساعتين ثلاثه اعرف ايه مشكلته، ايه الهوايه بتاعته، بيحب يرسم، بيحب يكتب، بيحب يلعب العاب، بيحب يعمل ايه، ايه في حياته يعملها. الحقيقه نجحت كتير قوي 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 في اني اطلعهم بره الحته اللي هم قاعدين فيها، وده عمل نوع راحه نفسيه للام. يعني ابتدوا اطفال مثلا يعملوا الحاجه اللي هي بتاعت رمضان بالفوم، فبيعملوا وبعدين بنبيعها وبعدين بنبعتها هدايا للاولاد، فبيبقوا مبسوطين. واحده تانية بتعمل فوانيس بالخرز، بتقدر، يعني هو صعب بس بتقدر تعمله، بنشتريها ونوزعها وبيبقوا مبسوطين جدا. في ناس تانية بترسم، بتعرف ترسم، فهم عايزين دايما يعملوا زي ياسمين، يعني هم واخدين ياسمين كأيقونة بالنسبه لهم، انه ازاي ياسمين قدرت تنجح فهم عايزين ينجحوا، ازاي ياسمين قدرت تعمل معارض فانا بدخلهم في المعارض، لان كل سنه في معرض فن تشكيلي باسم ياسمين السمره في ساقية الصاوي. فمن ساعه ما توفت وهو باشمهندس محمد الصاوي قال ان لازم كل سنه نعمل حاجه زي كده. في صوره معانا ايه موجوده على الهواء بالظبط. فهي النقطه ان هم بيشتركوا في المعرض ده مع الاصحاء، وبيطلعوا على المسرح وبيشرحوا نفسهم وبيتسقف لهم، بياخدوا هدايا، فدي بترفع من روحهم المعنويه كتير قوي قوي قوي. اكيد. وفي منهم بيعملوا تيك توك بجد، عندهم فولورز كمان. فهي خطوات بنعملها، بنحاول بقدر الامكان نعلي من روحهم الفكره المعنوية. يا استاذه هناء، دي ابسط الحقوق ليهم في المشاركه المجتمعيه في حياتنا الطبيعيه، ان هو من حق كل طفل مصاب ايا كان المرض نوعه ايه، ان هو يتعلم ويبقى ليه صحه ويبقى ليه حياه ترفيهيه. الطفل اللي يبقى عنده ترفيه يلعب ويروح ويرسم ويعمل، هو ربنا بيشاء وبيقدر لكل انسان ولكل واحد حاجه معينه بيخصه بيها، بس بيميزه اكيد بيها. استاذه هناء، عايز اعرف المرحله اللي حضرتك يعني اتحولتي
منها من اكيد كنت في بعد رحيل ياسمين يعني كنت اكيد في مرحله ضعف. ازاي حولتي ضعفك ده لمرحله القوه والعطاء ما شاء الله الكبير اللي حضرتك بتعمليه دلوقتي؟ يعني لو تصدقني اني انا يعني بشوف بصراحه في عيون كل واحد من الاولاد دي انا بشوف ياسمين، وخصوصا هم ما بينادونيش غير ماما هناء. وتاني حاجة إن البنات كلهم تقريبا في سن ياسمين 14 15 16، فلما بيخشوا علي أو بخش عليهم الحضن اللي بيدوني مع الفرحة أنا بحس إن بنتي هي اللي بتدوني. وكمان إن معظم الحاجات اللي بحاول الأفكار اللي بتجيلي إن أنا أعملها زي ما كنت منجحة ياسمين في حياتها أنا بحاول إن أنا أعملها وفعلا بتنجح معاهم، تنجح كويس جدا جدا جدا. فأنا حاسة إن ياسمين جت لرسالة. كل واحد مننا بيجي لرسالة معينة. فالرسالة بتاعتها إن تنوه على المرض ده، وإن تكملة المرض ده مش إنك تقولي إن في مرض انحلال الجلد الفقاعي، لا، هتعملي إيه مع المرض ده؟ فإحنا يعني بس مش كمان في مصر المفروض المرض ده، إحنا مشتركين بقت مؤسسة ياسمين السمراء مشتركة باسم مصر في أكبر منظمة للمرض ده هوت عالميا، وهي منظمة ديبرا العالمية. بقت اسم ياسمين واسم مصر متواجد لأن إحنا نوصل معاهم لكل الأبحاث اللي موجودة لعلاج هذا المرض، فإحنا معاهم خطوة خطوة. بنحضر مؤتمرات باسم مصر وبنتكلم على الابحاث اللي موجوده في المستشفيات مع الدكاتره، لان احنا عملنا بروتوكول مع القصر العيني وعملنا بنعمل بروتوكول مع عين شمس علشان الدكاتره كلها اللي بتعمل ابحاث على هذا المرض يبقوا مجتمعين لايجاد حل او ايجاد علاج للمرض ده ان شاء الله قريبا من خلال ياسمين. من خلال ياسمين هو به ذلك الحكم. هو حاليا يا استاذه هناء ما فيش علاج، يعني نقول مش عايزه اقول علاج جذري، بس يعني في علاج بيجيب نتيجه ملحوظه للمرض ده ولا لحد دلوقتي لا بتبقى؟ بصي انا دايما اقول ان المرض بيتطور، بيتطور دايما للأسوأ، لكن لو بالمراعية بمعنى انك انت تعرفي طريقة التغذية للطفل، ان يكون الايدين ما تحاولي تحافظي على الصوابع هي مفروضة في لف الصوابع، لو في عملية ممكن فرد الصوابع ما فيش مشكلة، بس محافظة على الطفل إلى حين وجود علاج، لأن لو الطفل وصل إلى مرحلة من التدهور الصحي لو في حتى علاج مش هيقدر إن هو يجيب نتيجة. ولكن أنا عارفة إن في محاولات كثيرة في العالم كله إن هم بيحاولوا يتوصلوا على نوع من ترقيع الجلد، بياخدوا حتة بيظبطوا الجلد اللي فيه وبعدين بيعملوا نوعية ترقيع، طبعا بتبقى سنتي في سنتي تقريبا، فالعمليه دي هي بتاخد وقت طويل جدا وبتاخد مجهود وبتاخد فلوس. اكيد. فهم لسه اندر ترايلز في كل العالم كله، لكن اللي احنا بنعمله ان احنا بنحاول نخلي الجروح نظيفه ما يحصلهاش نوع من السكارز يعني الندبات الندبات فيها، بنحاول نخلي الطفل قائم كده يعني ما يبقاش عنده انيميا حاده، الحاجات دي كلها. واحنا بنسبورت الناس دي هي الاطفال كلها في عمليات نقل الدم لو في انيميا، الأسنان لما بتقع بنعمل لهم أسنان أطقم أسنان بديل. الشعر بيقع طبعا بنعمل بنات الباروكات، لو في جراحات يد بنفرد الجراحات بتاعت اليد، وبندي شهريا للأعداد دي كلها اللي موجود في المحافظات احنا بنبعت له بالبريد المتطلبات بتاعه شهريا. والحقيقة كل الدكاترة بيبعتوا لنا الأطفال والأعداد بتتزايد بطريقة أنا مش مصدقة، يعني مش مصدقة أنها إزاي بتتزايد. وجهة نظرك ده يرجع لإيه؟ يعني هل ده كان موجود من فترة وإحنا ما كناش عارفين؟ يعني كان مثلا إحنا عندنا في أعداد متواجدة وإحنا ما كناش بنركز في نوعية التحاليل دي أو ما كناش عارفين نوعه إيه المرض ده؟ لا، ولا هو تفاقم مرة واحدة وظهر لنا بشكل دلوقتي أزيد من الفترة اللي فاتت؟ لا، هو اللي حصل اللي بيحصل إن بيروح الأب بالطفل بتاعه المريض للدكتور الجلدية بيقول له ده عنده مرض كذا، اكتب له روشيتا وبيمشي. الروشيتا دي بيبقى فيها شوية فيوسيدين شوية مش عارفة أي حاجات بسيطة يعني لا سطحية بتاعت الجلد، إنما إزاي تتعامل مع هذا الطفل دي مشكلة كبيرة، فبيلاقي إن الطفل بيتدهور قدامه. لكن احنا عندنا بالمؤسسه بنعلم الام ازاي تقدر تتعامل معاه
تلف ايديه، تلف جسمه، ازاي تلبس الحاجه بالمشقلب علشان ما تجرحوش، ازاي مثلا تخليه على مشايه معينه، ازاي ينام على زي ما قلت على حاجه تبقى أوكي. كويسه، ازاي تخلي بالها من اسنانه، التنظيف الاسنان البسيط، ازاي لما بيكون عنده الاكل لازم يبقى مضروب كله في الخلاط، ما بيعرفوش ياكلوا الاكل العادي، لان لو وقفت رزايه واحده بس في الزور نزلت جرحت له كل الطريقه جوه كمان. فهو مرض صعب الحقيقه ومؤلم جدا جدا، ولكن انا بقول الالم بتاعهم مش في المرض نفسه قد ما هو في بصه الناس ليهم، نظره الناس ليهم، عدم تواجدهم في المجتمع، ده اللي بيأثر عليهم نفسيا على فكرة. يعني أستاذة هناء ربنا يجازيكي خير يا رب على كل اللي بتعمليه، وتفضل ياسمين كده هي الرسالة، وهي اللي بتنور كده الطريق قدام أطفال كتير جدا بيعانوا من نفس المرض دي. ربنا يكرمك كده ويجازيكي خير إن شاء الله. يا رب يخليكي. بس أنا أأمل بس حاجة يعني أخيرة، إن هم يكونوا من ضمن، أأمل حاجة بس بسيطة، إن هم يكونوا من ضمن ذوي الإعاقة اللي هم 5% من المجتمع، عشان يقدروا ياخدوا حقهم ان شاء الله. طبعا استاذ كوثر ان شاء الله، وطبعا دكتور نيفين القباج، يعني يا ريت الصوت يوصل لحضرتك يعني، ونقعد نشوف بس يعني ليه هم خارج اطار الاعاقه، يعني هم اكيد برضو بيعانوا من بعض المشاكل، والاهالي نفس الكلام، فيا ريت برضو يبقى في نظره ليهم مره اخرى ان شاء الله. نورتينا جدا يا استاذه هناء، وبشكرك على وقت حضرتك. شكرا لك. شكرا يا رؤى. شكرا جدا. خلصت حلقتنا من ان بوكس، ونشوفكم بكره على خير ان شاء الله، وسلام.